معكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا المدرب الوطني عادل سليمي. نحكي معاه شوي على فريق الام النادي الافريقي. ظهر لي توجع شوي وضعية الماليه في الكلوب توا كوتشا. توجع برشا توجع شويه. وصلنا في وضعيه اللي الغرب توا تعودنا. قال قال الرجل تعودنا. الاشكال مش هنا. الاشكال ما لازمناش نقفوا, ما لازمناش نهبطوا ايدينا. ما زالت المشاكل كبيره وما زالت المبالغ كبيره وما لازمناش نهبطوا ايدينا. وكهو شكون تعتبر المسؤول الاول على سيطره في الكل؟ نسكت كله. ما فماش شخص معي كله ما فيهم انا. كل نسكت. كيفاش اللي سكت واللي انت كيفاش اللي سكت واللي ما تكلمش واللي خدم واللي عاون واللي ابتز النادي الافريقي واللي استغل النادي الافريقي واللي سمصر في النادي الافريقي كلهم واللي ساعد باش ناس مش كلوبيسيه تدخل الكلوب زاد كيف كلهم على بعضهم. فمش واحد يقول لك انا خاتيني. فمش واحد حتى الجمهور جزء منه مسؤول. حتى الجمهور لما كان برشا عباد يقولوا دار باش يحط جمهور على كتافه. لا, جمهور الكلوب يعرف اللي فما جاء وقت اللي تقسم مالوريزمون تقسم جمهور الكلوب. والحمد لله تورجع متحدة ورا جمعيته على يد واحدة ورا جمعيته. قبل كانت تقسموا جميع مع نتاع فلان وجميع نتاع فلتان وهذا ما يليقش بالنادي الافريقي. هذاك علاش قلت الناس كل مسؤولة. برشا حامل مسؤولية سليم الرياحي. الجزء الأكبر. لكن شكون جابه وشكون خلاه؟ شكون جابه وشكون خلاه يدخل؟ وشكون سكت عليه؟ شكون برشا ناس كل شنو الناس كل. انا نحمل بدرجات نحمل المسؤوليه للناس كل بدرجات. كبارات النادي نحمل المسؤوليه بدرجات. مسؤولين زاد كل وقت مسيبه تخلف فيها براني المفروض ما يدخلش. انت عايش بعيد نحسوك على الكلوب شوي. انا مش توا نحكي حتى من قبل. انا وقت اللي ما نلقاش الكلوب الصيف في الكلوب ما نخدمش ونخرج ونبعد حتى تقدر يولي. وجات فتره اللي كلوب استي ماهوش فما حتى كلوب استي شاد الكلوب هو مسؤولين فماش كلوب استي للاسف. وقت الناس كل توصل مش عندي باش نعمل وحدي. انا باش نقول نحاول باش نشد قدري ونقعد قدري وما نطيحش قدري مع العباد خاطر ماهوش كلوب استي. انا عندي مشاكل كبيره معاهم خاطرني نقول كلمتي. يحبوا ياخذوها كانها واحد كانها معناها عدائيه ضدهم هما كشخص. انا لا بالعكس انا ولد الكلوب. فما شكون مش كلوبيست تخدم في الكلوب؟ برشا 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 مش لازم نسمي برشا. لا لازم تسمي علاش؟ لا برشا في فتره سليم الرياحي كلوبيستيه كلها خدمت. كلوبيستيه كانوا ديكور يحط كعبتين ثلاثه كديكور. اما التالي كل اللي ينتدبوا واللي سمصروا كلها مش كلوبيستيه. فما ناس مش كلوبيستيه ما عندهم حتى علاقه بالكلوب. بالعكس في جمعيات من جمعيات منافسه للنادي الافريقي كسوا شخصيه مكشخين سواحليه ونحترمهم. انا بالعكس نتشرف بهم كلهم. اما في الكلوب لا, في الكلوب المفروض ما يدخلوش. يدخل كان الكلوب توا فما توا مازال ولا لا؟ لا توا ما عادش نحكيو على الكلوب توا. لا توا وينو اش معناها ما فهمتش؟ لا مش نحكيو على الكلوب. مازال الكلوب انا ما نستعرفش بها. الادارة هذه ما نستعرفش بها. علاش؟ خاطر ماهيش في قيمة النادي الافريقي وماهيش في مستوى النادي الافريقي وماهيش في عراقة النادي الافريقي. مع احترامي الكبير لهم هما الكل هما مش هم. ليه كلوب اكبر من كيكه برشا واكبر برشا. ما نحبش ندخل في الموضوع برشا باش مش نعملش مشاكل مع العباد خاطرني يزيني من ما نحبش نتكلم. ما نحبش نتكلم كهو. الناس تعرف الكوبيستي تعرف جمهور الكلوب تعرف اللي الناس اللي موجوده كبير عليهم برشا النادي الافريقي وينجموا يكونوا موجودين في النادي الافريقي. ينجموا يكونوا موجودين اما في فئات سنيه خلصنا في الشابة في الكادي مينيم مسؤول وي. أما ياخذوا مناصب تقعد في التاريخ عار على الكلوب برجولة. عبد السلام اليونسي مش في قيمة النادي. لا عبد السلام اليونسي ما نشكوش فيه اللي هو كلوبيست. ما نشكوش فيه اللي هو كلوبيست. أما الكلوب كبير عليه. قلت له قبل وقلنا نقولها له ديما نقول. تحكي ماليا ولا في التسجيل؟ في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء. كلوب افريكان راك تحكي عليه. لازم يكون انسان باع وذراع في البلاد هذيك الكلوب من اول الدنيا. راه مانيش انا نجي نقول فيه الكلام. ارجع لتاريخ النادي الافريقي. شكون شادو النادي الافريقي تو تعرف؟ ما تحكيليش من بعد الثوره. بعد الثوره لا, من قبل الثوره. ارجع من تاريخها من اللي تاسست
تتعرف الكلوب، تتعرف الكلوب وينهم وينهم الكبارات على الكلوب اليوم؟ هذيك وين هذيك من اول الدنيا هذيك عندنا مشاكل في في المستوى هذايا. لكن لا لا ما كانش ديما كي كان ديما فما كلوبستية كان غيروا على بعضنا وكانوا حتى اللي كيتعاركوا ما بعضهم كلوبستية في بعضهم يتعاركوا دمادم في بعضهم يتعاركوا اما كلوبستية ما يمسوش الكلوب ما يدوروش الكلوب اما توا ولات وينك عاد وصلنا للمثل هذايا مش 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 من فراغ مش مش كيكا من شيء بعيدة على انا ما انا نبعد برشا على المؤامره خاطر مانيش 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 في جوي هذه المؤامره لكن اللي عمل اللي عمله في النادي الافريقي جريمه كبيره ومش مش تموت راهي مش مش تو ترجع تو يخرجوا هذوما الصغار يخرجوا ترجع كلوب كبيره يقول قائل ماذا كانت فما جلسه عام انتخابيه عبد السلام اليونسي قدم 238 واحد كلوب افريكان المفروض انه هيئه الانتخابات تعمل انتخابات نحكي مش على كلوبك هيك يزيو نالي نالي كلوبك من مكيك 238 238 شو نقولك 238 تعرفش مثلا 238 يجيو للانترنمون 238 يجيو للانترنمون ايكول ا انترنمون نهار ثلاثة في الليل هذو من 238 اللي يجيو للكلوب تحكي على الكلوب راك هديك استعرايك مفروض تعملها على مستوى الجهات على مستوى الولايات انتخابات تحب تعمل كلوب انتخابات على مستوى الولايات وعلى مستوى زاد حقها اللي يزيد تعمل انتخابات تاع الكلوب افريكان اذا نحكيو على شعب الكلوب وعلى جمهور الكلوب اللي يزيد تعمل انتخابات في تونس والبر هاك شفتها انت في اللطخه الاولى وفي اللطخه الثانيه وزاد تشوفوها ايش نتاع 100,000 و200,000 نتاع ملايين كي ندخلوا نحكيو على الملايين واللي ليزي هي تتدخل باش تعمل انتخابات مش 238 مش حلو اللي صار دونك هنا تلوم حتى جمهور الكلوب وينهم في الانتخابات ما نقول لك جمهور الكلوب مغيب كان وكان بعوله اوهام وتقسم تو رجع كي حس بالخطر رجع تو ما عادش نحكيو على الجروبات اه ما عادش نحكيو على الجروبات تو صحيح ما عادش نحكيو فما كان شعار هذاك بالعكس حتى الجروبات كل جروب تساهم وتعاود تحب الكلوب ما عادش نحكيو على الجروبات كلها تساهم قلت تساهم وقلت يحكيو على الكلوب وتوا نقفوا الكلوب شفت تسمع تسمع كان الكلوب تو ما عادش تسمع اسامي نتاع الجروبات ما عادش تسمعهم وجودهم مهم اوكي مهم بدلت الدنيا ولو انه انا شعار هو الجروب نتاعي شعار النادي الافريقي هو الجروب نتاعي اما شوفهم تحدوا توا ورجعوا خاطر الكلوب في خطر شنو رايك في الهبه هذه تقريبا 3 ونص عادية. ولا اكثر مازالت متواصله عاديه اليوم. عاديه راهو اللي ما يعرفش الكلوبستيه يقولها حاجه غريبه وشو هذا وتاريخيه عاديه عاديه الجمهور اللي يقعد بالعوام يهزش وجمهور يزيد عادي انه يعمل لدخه الاولى والثانيه والثالثه ومازال ومازال مش تاخف راه هم ما تنجمش عندهم ما تنجمش الاصل الاصل والكوبي كوبي ما تنجمش عندها وما نجم حتى حد يعاندها خاطر في الجينات نتاع الكلوبستيه برك صعيب ونتحدى كل واحد كان نجم يعاود يعاود حتى جماعي ما تنجمش تعمل حتى جماعي لا تنجم تعاود مع احترامي للجميع حتى جماعي حتى ترجي خذ حتى جماعي معناها تذكر لي في الترجي معناها شنو الترجي جماعي ترى جماعي كبيره وفي ظروفهم ان شاء الله ربي يبارك عليهم الستر امورهم بالكدا ولاباس عليهم وشيء يشرف هذا قلت معناها هذا نستعرف ان اسبيرونس ولا ايتوال ولا سي اس اس ولا الاستاد جمعيات كبار ما نحكيش عليهم اما تحكي على اللطخه وعلى الظروف هذه مستحيل ان تصير في تونس اعطيني جمهور يقعد جمعيته ما تهزش تيترويات وتصير اللي يصير فيها ومازال وراه يزيد ومن بعد يدفع يعمل لحم من اللحم يجبد ويعطي الكلوب وتحس حاجه اجتماعيه لازم حلوها اجتماعيه الحكايه هذه كيفاش ليه حتى اعطيها خليها للتاريخ ال 50 سنه و 100 سنه قدام باش تنجم تحلل مازال مزيدوا حل والله مازال ما يعرفوش الكلوب استيه حتى يخرجوا تو يطلعوا الكلوب استيه صحاح نظاف يطلع به عادل السليمي في الفيسبوك ما عادش شفت لهم عليك اللي ساهمت والاف في الحمله هذه تاع جماهير الكلوب شبه هل ساهمت في الحملة هذه؟ بطبيعة الحال يعني ما نحبش نعمل البوز أنا نشوف فيهم في الفيسبوك أنا نشوف فيهم فما شكون حتى ابتز معناها ابتز الكلوب ولا سمسم الكلوب بالمليارات وجاء عمل مونتون صغير ونشره ما وما لا واحد فما شكون شكاب الكلوب وعطاه توا زوز فرانك وبعد قال واو ما لا كلوبستير الكلوبستير صحاح ما يقدروش يعملوا كيك مش كيك الكلوبستير صحاح أنت كي تعطي لأمك تمشي تقولها في القهوة صحيح ما تقولش في القهوة عطيه واسكت
اما اللي يحب على الباز اللي يحب يطلع على الموج يعني مش جوله. قد اعطاه عادل سليم؟ عطيت بحسب امكانياتي، حسب امكانياتي مبلغ محترم. انا نعرف المبلغ، نجم نقوله؟ تحب تقوله؟ قول. 5 ملايين صحيح من ضمنهم. اكثر معناها خاطر ولادي، باسم ولادي زاد دفعت يوصل 10 ملايين. قلنا ما نذكروش، انت قلت 5 ملايين خاطرك يا واحد. باه رياضيين الفريق في ثنيه باه ان شاء الله يا ربي يبارك عليهم ستر في ثنيه باه بطبيعه الحال. نتائج طيبه رغم الظروف، نتائج في المستوى باستثناء هزيمه المستير، لكن الفريق قاعد يتحسن، شاهدناه في المباريات الفارطه، جاب انتصارات مهمه خارج الميدان، فاز على البنزرت ومباراه صعبه، وان شاء الله يواصل. يبقى العنصر الاساسي انه في المباريات الكبيره اللي جايه لازم يكون موجود وحاضر. ينجم يكمل تشوف؟ يكمل وين؟ في الـ في الـ في الثنيه هذه. انا ضد انه الكلوبستي يخموا انه نخموا على تيتر وخموا على واحد. احنا مازلنا ما فنيش الحرب انه المحلال جمعيه كامله، مازالت مادام عندنا ديون، مادام عندنا ديون ما عادش نحكيو على تيتروات وما عادش نحكيو على انتدابات. عندك ديون وعندك غاطس وغارق وتعمل انتدابات، كيفاش يجي نظف ساعة القديم ونظف الدار ونظف الدنيا الكل ومن بعد نحكيو على الكلوب؟ الكلوب راه بتبعتها تو ترجع للانتصارات والالقاب بتبعتها، اما نظف ساعة الشيء اللي صار، خاطر صار كبير برشا اللي صار على الكلوب. نجم نشوفوا عادل سليم ينهار مدرب نادي الفريق؟ انا قلت الكلوب ما عادش فير، تدريب الكلوب ما عادش فير. اللي يجي اليوم يدرب في الكلوب؟ لا ما عادش فير تو سي هيك فات. عاش فيل شو انا ما نحبش ان نقولوا خاطر ود الكلوب يزمرين الكلوب وقتها ديجا ما رانيش الكلوب بطبيعته. هاني نقول لك تو كي يرجعوا الكلوبستية صحاح يشدوا الجمعية، تو الكلوبستية اللي قادرين انهم يدربوا في النادي الافريقي تو يعرفوا، مش انا ما نتكلمش عليه، انا مانيش محتاج. اما برشا عباد كانوا ينجموا يرانيوا النادي الافريقي ولاد النادي الافريقي، ما ياخذوش فرصة كبيرة، ما ياخذوش فرصة في وضعية جيدة. اما مش فيل. خدمت كمدرب مساعد انت مع سي مراد؟ كان مجرب او ما جاوبنيش، خرجت وخرجت مطرد. كيف ممكن انت صغير ممكن ولا يمكن؟ اي خرجت معناها في مشاكل كبير مع المسؤولين. كيف تجي تحكي لنا؟ قديمه تعديت الحكايه علينا فيها. ما قلت مهم مهم, مهم معناها الجمهور الكلوب يعرف شنو صاير مع وقتها مع سي مراد. مع سي مراد انا مدرب مساعد، وقتها كانت عندي امكانيه اني نتحول الامارات، ما كانش فما امكانيه وقتها فماش انترينور، خديت انا عملت البريباراسيون كلها. سي شريف الله يرحمه كان موجود، ومن بعد جا سي مدرب فرنسي قبل قعدت معاه جوا، من بعد جا سي مراد، ومن بعد ابارامون في صارت هكا مشاكل داخليه في الكلوب، ابارامون الكلوب استي قلقتهم انا، حبوا يعملوا لي هكا جو في المنزل. معناها اول مره نشوف ماتش ويكلو في المنزل ضد المرسى، المساعد المدرب اللي ولد الكلوب يتسب. بعثوا لك شكون؟ يا اخي حبوا ينحيوني وقتها تنحيت، وبعد ما نجموش ينحيوني، ما نجموش خاطر وقتها اللي علاش تحكي في المهموطه؟ قلنا شكون؟ لا وقتها سي شريف مريض، وقتها سي منير، وقتها موجود منير البلد موجود. تعديت الحكايه وطلبوا سماح علاش؟ ما نعرفش خاطر ممكن خاطر صارت حاجات في داخليه في الكلوب، انا كنت نتكلم برشا ممكن يكون كلامي كان قاسي عليهم برشا خاطر نغزو الكلوب كبيره لازم تكون كبيره. كي نلقى حاجه عوج مانيش مستانس بها ومانيش متعود عليها في النادي الافريقي نقول نتكلم، انا نتكلم ونعرفهم خاطر نعرف تاريخهم، نعرفهم هما شكون ونعرفهم حجمهم شكون، ما نجموش يكبروا يا على الكلوب ولا علي انا. هذه يا اخي تغشوا ابارامون وعملوا لي حكايه نتاع شنو هما الحاجات تكلمت عليهم؟ حكاية في الديسيبلين، حكاية في الانضباط، حكاية في الامكانيات الوقت الموجودة في الـ في الـ في الواحد في الاختيارات كيف في التمشي العام في النادي الافريقي. ما لازم خاطر الكلوب تربينا على اسس كبيرة، تربينا على مبادئ كبيرة. انا هكا تربيت، كان يحبوا حد اخر يجيبوه. قلقتك طريقة الخروج هذه؟ لا ما قلقتنيش طريقة الخروج، خاطر انا خرجت من بعد، معناها في انا خرجت من بعد وحدي معناها هما كي تراجعوا على الاقاله خاطر ما نجموش، خاطر انا كلمت الكلوبستي صحاح والكلوبستي صحاح قالوا مستحيل، خاطر الوقت اللي كانوا موجودين ما كانوش صحاح، وهذا اللي خليني ما ندخلش الكلوب. راه كلامي نقول فيه توا، هذاك علاش ما ندخلش الكلوب، خاطر ما نتكلم تو كلموك حبوك ترجع بعد لا ما يتجرؤوش لا مش حتى هما نحكي ما صارش لي كونتاكت حتى بعد باش ترجع للكلوب
لا ما نجموش ما نجموش يطلبوني خاطرني ما خاطر قلت لهم قلت لك صغار نخدم كان مع كبريه قلت لك صغار يخافوا يخافوا كل صغار فما رئيس سابق صغار خاطر ما عنده شخصيه ما نجمش يتحمل كلوبيست يحب الكلوب في وسط الجمعيه نجم ننقدو اسمي علي السليمي كبرت بالكلوب وكبرتني الكلوب فما رئيس سابق بل كانوا باش يجيبوا نجم قال لي هذاك قبيح ولسانه طويل وشخصيته قويه فك علينا منه وجاب واحد براني بون مش براني بون كلوبيست بالتبني اما جاب فما كلوبيستيه بالتبني بطبيعة الحال فما كلوبيستيه بالتبني اللي يجيب عامين ويبوس شعار في في ماتش مركب بونتو ويولي كلوبيست بالتبني ولا احنا الكلوب راهو دار عائله ميساج نقبلوا الناس الكل ولا احنا جمعيه الشعب ميساج بار كونتر تنجم نشوفوك نهار مدرب بفرق منافسه للكلوب لاسبيرونس ليتوال مثلا لا اسبيرونس لا ما توتينيش اسبيرونس جمعية كبيرة مش محتاجت لي وسبيرونس تعطي لي عندها 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 دي عندها معناها تمشي انه تعطي لولادها الشبان تعطيهم ديما فرصة تاريخ يثبت الوحدة مش محتاجتني ترجي ولا انا محتاج ترجي وما توتينيش حتى في مستحيل لا مستحيل مدرب محترف لا الا في هذا يعني الا في حب الكلوب مش محترف تشوفها خيانة معناها هي خيانة مش تشوفها خيانة هي خيانة بطبيعتها ليتوال لا تولى علاش لا تولى نتوال مت انا تقول لي انا نحكي منين تربيت ترجي نحترمها وعمري ما كان عندي مشكله ونمشي باكسبيرونس ما عنديش مشاكل مع ترجي لكن في هذه يا سيدي اضعف الايمان انه يحترموني انا كلوبيست انا من مش ماذا ما نحبش ما نجمش وما نجموش يا سيدي ها بالعكس انا نتشرف بالترجي الرياضي جمعية كبيرة ومن ضمن الأشياء اللي لازم تكون موجودة في الكرة التونسية ترجي ولا أما أنا كلوبيست ما نجمش مثل ما حتى المليون ما يوتينيش بيه هذا اللاعب كبير من أكبر ما أجمد كرة تونسية خلينا نقوله لكن كمدرب ما لقيتش نفس النجاح هكا ولا وأنا وقتيش مدرب نسأل معاه صحيح تجربني ولا فما واحد مسؤول كبير في الكرة في تونس مش لازم نذكر اسمه قال لي جمعيتك ما كبرتكش جمعيتك ما كبرتكش يوفي الحديث قال لي جمعيتك ما كبرتكش سكتني قلت له عندك الحق فات الحكاية خاطر الكلوب كبرت برشا عباد ما كبرتش ولادها باش نورمال باش ما تلقاش الدعم باش تكبر شوية اش تعمل لازم تريني جمعيات الكبار اذا ما تبداش جمعيتك وتكبر وتمشي اللي يجي يقول لك يجيني جمعيات صغيرة بعد يدخلوه الأشباه الكلوبستية يدخل يراني الكلوب بعد يقول لك أنا رأيت النادي الإفريقي نورمال إذا حرينا النادي الإفريقي كل الأبواب مفتوحة بعد مهما كانت في تونس وخارج تونس أما أنا رنيت الحمد لله رنيت جندوبة جابس المرسى المرسى المرخية في قطر رنيت رنيت في الإمارات كيف رنيت يكفي أني رنيت في المنتخب مش أول مرة ثاني مرة ندخل المنتخب وقت تشوفك مدرب أول إن شاء الله علي تخش علي النبر اللي على منبر لا بالعكس لا هي لا انا توا اكيد اما كل حد عنده طموحات هكا ولا انا طموحاتي ما عندي مشروع نسوي طموحاتي ما عنديش حد اما كي ندخل باش نكون في موقع طموحاتي تخف غاديك احترام في الشخص الموجود احترام في العلاقه اللي بيني وبينه احترام في العهد اللي بيني وبينه بالعكس انا راني نتصرف في المنتخب كاني مدرب اول ما نخبي حتى شيء نكون اونيت نكون صادق مع نفسي وصادق مع المدرب وهذا اللي يخلي الامور تقريبا ان شاء الله تمشي ما دام حكيت على المنتخب البارح كان فما اجتماع حكيتوا فيه عشان ما عادش خذيتوا ديسيزيون ولا مازلت لا مازال ما خذيناش ديسيزيون لا بالعكس احنا ناقشتوا في هي تقييم نحاولوا كل واحد من على المستوى الفني يقيم ويعطي رايه في من ناحيتنا كفنيين طبيا اداريا تنظيميا الكالندري معنا لقاء اول يعطينا نجم نشاركوا نجم نشاركوش نجم نشاركوا ونجم نشاركوش معنا هذه مفتوحه انت لحظة. رايك شنو مازال حتى نقيم ساعه الواحد مازال كاوليا حتى نشوف الظروف كلها خاطر مرتبطه بالترجي مرتبطه بالترشح الترجي ولا النجم الذي الساحلي مرتبطه بالبطوله التونسيه مرتبطه بالحاله اللاعبين التونسيين قداش لعبوا من ماتش صحيح مربوطه بعده اشياء خدمت بابات شرو اس جامعه سواء كلاعب ولا كمدرب كيفاش تقيم الفتره نتاع وادي الجزائري والله توا كان دحته يقول هذا يهزله في القف لا اعطينا تقييم موضوعي لا تم تحول الذم اعطيه حقه اعطيه حقه بتبيع. شوف الـ 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 المنتخب وين موجود تعرف انجازاته فات الحكايه اذا اما الجامعه مش كان منتخب
انت تعرف انت سالتني انت سالتني على المنتخب لا قلت لك الفتره نتاعو الفتره نتاعو اذا الانتخابات الانتخاب نتاعو يكون على الجامعه بقداش من جمعيه برشا جمعيه الكل اللي انتخبوا جمعيه الكل انتخبته معناها اسكو جمعيه الكل غالطه ماشي معناها نحاولوا انا ما ندخلش في البوليميك نتاع اللي يكره الشخص كشخص انا نشوف الانسان كان عندنا منه برشا في تونس يركح بلاد كامل بابو 55 عليه هاي متمكن يعرف يفكر عنده نظره استشرافيه كبيره برشا يعرف الكوره بالكدا عنده اعداء كل ناجح عنده اعداء حاله عاديه معنا بطبيعه الحال اكيد عنده عيوب اكيد عنده عيوب ماهوش انسان كامل ولكن في المجمل من اقوى الرؤساء الجامعات اللي مروا على تونس قلت يعرف الكره بالكدا يتدخل شويه في حكايه الفنيه خاطر يتقال الكلام هذا يتدخل وقالوا فوزي بنزرتي زاد والله فوزي بنزرتي ما نجمش نكذب في سيفوزي خاطر سيفوزي نسيتش نحكي عليه على الفتره معاكم انتم احكي اللي تعرفوا انت يظل ان يدخل لا مستحيل يدخل ساعه الحاج باش مانيش نعملوا فيها عنتريات وما لا وانا القرار لا يعني انا سمعت رابلسي قال لي يعطي رايه فني يعطي رايه فني اذا مدرب ياخذ برايه عاد شبيك كي رايه بيكون صايب شنو المشكله اما المدرب اللي يبدل رايه على خاطر راسي جامعه راي وقت ما يستاهلش باش يكون مدرب يعطي رايه عنده الحق يعطي رايه يعطي رايه اما في الاخر القرار الاول والاخير اللي طرف فني ما فيش كلام هذا صحيح وحتى عيب حتى معناه هو يعطي رايه واحنا نتبعوه علاش نتاع شنو على جايبنا مال تصويره مش اكيد مش تصويره لكن يعطي رايه واحنا نحاولوا انه ناخذوا منه الباهي ونخليه الخايب وحصل رواه حصل لانه يعطي رايه فما حاجات باهيه حاجات مثلا نجم تعطي اكزومبل عاديه اراء عاديه معناها مش حد نجم تتوافق الاراء مع بعضنا ممكن تقول هذا خذا رايه لا لا صحيح فهمت نرجع شويه فلاش باك التالي مونديال 94 او كاس فريق 94 ما كان مقسومه منتخب شويه بين ساحل وعاصمه رجعت ل 94 اي فلاش باك برشا مش شويه لا لا ما يسالش بالنسبه لي انا مش برشا تحب ترجع قبل ارجع قبل لا وامشي نكمل لك السؤال قلت لك مقسومه شويه كان المنتخب بين ساحل وعاصمه كان هكا موجود ولا لا اسكو موجود توا ولا لا 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 قبل مش ساحل وعاصمه لا 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 94 صارت المشاكل قبل بدايه الكاس افريقيا فتره قصيره ما كانش فما مشاكل عملنا بريباراسيون كبيره برشا وكان عندنا فريق كبير برشا لكن المشاكل صارت قبل باسبوعين شكون يلعب شكون ما يلعبش وهذا شنو ودخلت فيها وحدات هذيك مساحل ويلعب بالعكس كنا اصحاب الناس كل وخير الناس كل لكن وقت اللي جات كاس افريقيا في تونس ولا الانتيري معناها بيرسونيل تاع كل واحد هذيك اقرب واحد توا ما فماش وين توا ما فماش توا فما كان المنتخب يقول فما مشاكل شويه بين الخازري والمساكني موجود هذا شفتوه في غار عليه ظهر يكذب الناس الكل بعد ضرب اصابه المساكني هاكم مش هاكم هاكم الاجابه جات على التيران وسبونتاني ما ظهرليش كان زاد ما تصورش ما تصورش كان زاد محضرين هذيك بالعكس هاكا شوف معناها الحمد لله لاباس معناها ما نحاولوش نكبروا الامور وتقع راه مشاكل بين الملاعبيه يلزمها تقع مشاكل الملاعبيه وصلنا الأربعة متاع عشرين وفي الوقت طيب برنامج نستسمحك في خمسة دقائق إضافية بعد بي بي سي نيوز مرحبا بي بي سي هذه جلوبال نيوز بيت وأنا إسماعيل عبد العاطي أهلا بكم وزارة الداخلية العراقية تنفي سقوط قتلى في احتجاجات الأمس بعد تأكيد مصادر في وزارة الصحة على مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يؤكد أن حكومته ستجلس على طاولة الحوار مع مختلف الأطياف لبحث مطالب المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الخميس وقتل فيها ثلاثة أشخاص. المنتخب المصري يتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما بعد تغلبه على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف توني دوكرتي سيدة خطرت بحياتها من أجل إنقاذ حيوان كوالا من حريق غابات في أستراليا أنزلته من على الشجرة وسط النيران وصبت عليه الماء بعد أن تعرض لحروق شديدة ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج هذا حيوان لا حول له ولا قوة وأعلم أنه لولا إنزالنا له من الشجرة لظل حتى قضى عليه اللهب المزيد على bbcarabic.com BBC
قال الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين: إن كان فيسبوك موجودا في ثلاثينيات القرن العشرين كان سيسمح لهتلر بمنصة لمعتقداته المعادية للسامية، كما انتقد منصات جوجل وتويتر ويوتيوب وغيرها. فهل ترى أن منصات التواصل الاجتماعي تنشر السوء بين الناس؟ شاركونا الحوار على فيسبوك بي بي سي نيوز عربي. دراسة أمريكية تشير إلى أن من يتناولون المزيد من الألياف واللبن قد تقل نسب إصابتهم بسرطان الرئة حتى وإن كانوا مدخنين مقارنة بمن لا يستهلكون الكثير من هذه الأطعمة. Global News Beat. BBC. Express FM. زيد في القيمة. زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس. قبل ما نبداو الريبريك نتاعنا، الريبريك على الكويز والكيب تيب، باش نسالك سؤال: لولادك كورجيه؟ لا. جمله ماهوش كورجيه. سواء منك انت ولا من امهم؟ لا 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 ما فماش امكانيات. بابا ما كانش كورجي، مش يطلع خويا يقول كورجيه. لا، في الفامي تحس فما هكا لي جين تاع الكورجيه. منين جات لي جين؟ انتقام الوالد الله يرحمه. لا يحبوا مش خايبين في الكوره، لكن تبعوا القرايه اكثر. كلوبيستيه هذيك اكيد ما فيهاش لعب هذيك. واضح. دونك نبداو الروبريك نتاعنا، البدايه مع الكويز. الكويز. تتعهد كوتش باش تجاوبنا على كل الاسئله ان شاء الله. افضل لاعب تونسي توا؟ افضل لاعب تونسي يوسف المساكني. افضل لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ذياب. لاعب تونسي في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في اوروبا؟ شماخي. اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب ليا برشا. ولا بعد لازم تختار؟ لا لا تقبل برشا، خلينا نقولوا مهدي بن سليمان وزبير باي. ولو انه عايد الحملوني صاحبي زاد. مهدي بن سليمان وين؟ في فرنسا. اي خاطر انقطعت اخباره تماما. عندك كونتاكت بيه؟ اي عندي. لاباس وموضوع. لاباس عليه لاباس. افضل مدرب تونسي؟ افضل مدرب تونسي فما برشا، دربوني برشا. فوزي موجود، فوزي بن زرتي، يوسف الزواوي. افضل مدرب دربت عنده؟ افضل مدرب دربت عنده والله ممكن في ألمانيا فولكر فينجا في فرايبور. في فرايبور مدرب عنده فضل على عادل السليمي؟ فضل سمعتها فضل ما عرفش فضل مهما يكون لانسيك طلعك أمن بيك حاجة كما عرفش. أعطاني فرصة مثلا فوزي بن زرتي. كيفاش فوزي بن زرتي؟ أي كيفاش أعطاني فرصة باش نلعب في الكلوب 89. هو اللي طلعك السنيورة؟ لا مش هو، طلعت قبل شوية مع سي عمر الضيب قبل دون لو تون. اما 89-90 لعبت دربي ماتش ما تنساش. سي ابي فكرني. سي ابي اي انيه الماتش؟ ماتش متاع شامبيون دقيقة 93 ياخد زوز احمر. هذا كان ماتش ما نساش. بونتو ما تنساش؟ بونتو ما نساش. سي ابي في نفس الماتش هذاك؟ نفس الماتش هذاك. احلى بونتو سجلته؟ بونتو مزيان ضد مستقبل مرسى في المنزة، وضد الترجي الرياضي التونسي في المنزة. عام قديش؟ واحد ضلي 1.95 1.94 ضلي. كيفاش البونتوات؟ واحدة كوفرون ديريكت بعيدة برشا لشكري، وواحدة جاس تكنيك مع المرسى في المنزة. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته؟ هدف كنت تمنيت انا مسجلته، هدف اللي سجله زياد الجزيري في الفينال متاع ضد المغرب الكوب دافريك. أقرب جمعية ليك بعد الكلوب؟ أقرب جمعية لي بعد الكلوب نجم رياضي الساحلي. علاش؟ هكاك تربينا، هكاك استعودنا. احنا والساحلية خويت. تحس صارت ريفاليتي شوية بين الكلوب ويتوال في البريود الأخر؟ لا 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 ما صارتش، على خاطر 2015. لا 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 ها على خاطر كي خرج رئيس النادي الإفريقي وتجرأ على مسؤولي النجم الرياضي الساحلي، من وقت بدأت المشاكل في بيكم في عليكم في خرجوا فلوسكم في كذا. احنا ما تعودناش كيكا، احنا والساحلية خويت. حاجة فيك ما تعجبكش؟ سيح راس. أحسن لاعب في العالم؟ مارادونا. أحسن مدرب في العالم؟ غوارديولا. نكمل انت جاي خممت قلت شنو من الأسئلة زعما؟ لا والله ما جاش على بالي. لا لا جميل. أنا بتبيعتي نجاوب على الأسئلة كل ما عندي حتى مشكلة. كانت هذه لوكويز. لوكويز. نمشي للبريكة الأخيرة اللي هي ليكيب تيب. ليكيب تيب.
باش تختار لي كوتش التشكيله التاريخيه للمنتخب التونسي؟ صعيبه برشا، كل جينيراسيون عندهم دي جوار كبار كبار برشا. ناخذوا احسن ما فيهم مثلا جارديان ولا وسيل الشغل هنا يقول لك شكري ولا عطوك معايا ولا ما نجمش نقول عطوكا ولا شكري. شكري شكري كبير في وقته وعطوكا عظيم في وقته، معناها ما نجمش. انت خلطت على عطوكا نتصور وين ولا وين انا خلطت على الشيء باش رديني عطوكا كان يدرب فيا في المينيم منين في الكلوب صنف الاداني. اعطيني التشكيله. انا اقول عطوكا فماش بعد عطوكا فماش في الديفونس. في الديفونس صعيبه ولات نرجع بالذات على اليمين. على اليمين خلينا نقول على اليمين حاتم تربلسي. على اليسار حاتم بالقاسم. في الاكس برشا جاو كبار برشا خالد بن يحيى حايسي. قدام في الوسط. في الوسط سمير سليمي. تحية لي. تحية لي. برشا برشا باش نقول لك تو صعيبة برشا. تاخذ زوج بيفوات وهداف. لا لا ما ناخذش نلعب القناة القدام. نلعب القدام. زبي بيا وصوايع. باهي القدام. ثلاثة القدام. تميم. طارق. طارق عاد وسط. تاع ثلاثة كون سيدي. 4-1-3. 4-1-2. القناة انت مجرب شوف لها تصريفها كيفاش. لا 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 قول تصريفها ما تخافش. طارق و شنو واحد اخر؟ شكون واحد اخر؟ وعادل سليم. لا 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 محمد العقربي. كلهم وسط حطيتهم تو كلهم ديس. لا لا السوية حبيه والعقربي وذياب كيفاش يلعبوا هذوما؟ تو الفوتبول مودرن نلعبوا بلاش اتاكو. باهي معقول. دونك انت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب يعطيك الصحة كوتش. عايش مرحبا بك. ربي يخليك. شرفتنا بحضورك. ان شاء الله ان شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم. اكيد بالتوفيق ليك ان شاء الله وبالتوفيق للمنتخب ان شاء الله نشوفوه لما لا بطل افريقيا. عندنا منتخب جيد قاعد ماشي في ثنية صحيحة ان شاء الله بالتوفيق لكم. ان شاء الله بارك الله فيك. نمشيو مع الموسيقى وبعد راجعين في زون ميكس حتى للخمسة متاع العشية.